يبقى لديه لاعبان ما زال طبعا في انتظارهم والجميع لتباتا في وسط الملعب. تباتا يمرر نامتيهي يحاول في الجهة اليسرى يرسل كرة عرضية لكن الكرة تبعد. كرة تنقل لكن تبعد للدفاع. عادت 4-4 أمام السيلية. كرة تصل في وسط ملعب المباراة لصالح الخور تنقل أن يصل لهدف جديد لكن الزعيم قد يصل في غد الكرة سانتي كازور للعرضية والكرة بعد ذلك بطولة المنافسة. هكذا هو الزعيم عبر كل تاريخ. الركلات القصيرة لكن كل لاعب يستلم معه اثنين عرضية والكرة تبعد مجددا. اللاعب ألكسندر بصراحة أكثر من ممتاز.